بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة يشرفنا ويسعدنا أن يقوم بمراسم حلف اليمين الأمين العام لمحامين نقابة محامين مصر الأستاذ حسين الجمال. إن شاء الله بعد مراسم الحلف قبل ما يقوم بالإجراءات دقيقتين بس قبل بعد مراسم الحلف اليمين هتستلم كارنيه مكتوب فيه كلمة محامي. كلمة محامي دي كلمة كبيرة، لازم تحافظ على كلمة محامي. ازاي تحافظ على كلمة محامي؟ لبسك تكون لابس بدلة تيشيرت ومكتوب عليه وكلام زي كده، تخش القسم محدش يعترف بيك انك محامي، هيسألك تعالى رايح فين يا ابني انت، هيهينك. لو سألك انت مين شغال ايه هيهينك. لازم تحافظ على زيك، لابس بدلة في كل وقتك، في المحكمة، في القسم، في النيابة، لابس بدلة، مش هيسألك أنت إيه لأن هو شايفك لابس زي محامي. وده بنص القانون، قانون أوجب إنك تلبس زي كده. طب لبست بالبدلة خلاص بقيت محامي؟ لأ، في قانون المحاماة ليك حقوق، تعرف سقف إيه وعليك واجبات. لازم تعرف الواجبات اللي عليك إيه. زي ما عليك حقوق، ليك حقوق عليك واجبات. لازم تجيب قانون المحاماة وتقرا تعرف ايه الحقوق بتاعتك وايه الواجبات بتاعتك، عشان في ناس تعرف كلمة محامي دي معلوش رقابة، معلوش سلطان، براح تعمل. لا لا مش كده خالص، ليك حقوق وعليك واجبات. برضو لازم تتعلم مهنة المحاماة، الدراسة الأكاديمية حاجة والتعليم حاجة، الممارسة المهنية حاجة تانية. لازم تروح مكتب محامي وتتعلم إجراءات المحاماة ايه، تتعلم ازاي المحاماة، وتقعد في مكتب المحامي سنتين كاملين. القانون بينص على انك تقعد سنتين تدريب. في ناس من اول توكيل بيعلق يافطه محامي مدني وجنائي وشرع وكل حاجه، لا تعلم عشان لما يجي واحد يسالك يبقى عندك المعلومه ترد عليه. لازم تتعلم، مهنتنا دي مهنه تعلم، احنا لسه اما نتعلم. لازم انك تتعلم، تجيب كتب وتقرا الملفات وتقرا القضايا، واقعد جوه الجلسه شوف الاستاذ الفلاني، الاستاذ حسين الجمال بيترافع ازاي اتعلم منه، الاستاذ فلان بيترافع ازاي اتعلم منه. هي كلمه حماه مهنه ممارسه، لازم تتعلم من اساتذتك، ولازم تكون عندك حسن خلق واحترام، خلي كل اللي يتعامل معك يحترمك. انا مش هطيل عليكم، بس انا عاوزكم توجهوا رساله شكر لكل الموجودين الموظفين اللي هنا اللي تعبانين لغايه ما يعمل لك الجلسه دي ويسلمك الكرنيه، فنوجه لهم رساله شكر. وبرضه عاوزك توجه رساله شكر لولي امرك، ابوك وامك واختك اللي جاي وتعبان وتعب عليك الاربع سنين دي، اعدل وشك هناك كده ووجه له رساله شكر. الناس دي تعبت علشانك. انت هتواجه تحديات كبير في المهنه، بس المهنة المحاماة دي لو انت عندك عزيمة وعاوز تبقى محامي هتبقى محامي. عايزك تحترم اللي اكبر منك، تحترم استاذك، وتعلم في مهنة المحاماة. ولا اطيل عليكم الحديث، احنا هنبدأ مراسم الاجراءات حلف اليمين مع معالي الامين العام الاستاذ حسين الجمال. اخوكم محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة مع الحمد.